تيتا، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. انا دودي فاضلي فيديو بلوجر. بليز ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناه ونتك على زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد ان شاء الله انا هعمله. فيديو النهارده مشترياتي من كارفور، في سيل في كارفور، روحوا الحقوا بقى يا بنات السيل، وحاولوا تشيلوا اي حاجه للصيف او للشتاء اللي جاي، او حاولوا تستفادوا. يعني انا ما خرجتش من فتره طويله جدا، واخيرا نزلت ورحت كارفور. تمام، جبت حاجات طبعا كتير من كارفور، وفي نفس الوقت حاجات عليها اوفر وحاجات عليها مش عليها اوفرز. بس اكتر محلات عليها اوفرز هي ال سي وايكيكي وبولامبير وبريشكا وان ار والدو، عامل 15% وشوروم، وعندكم ديجافو. ديجافو بقى زحمه جدا جدا جدا، تشتري حاجتين وتاخدي عليهم حاجه نص الثمن او حاجه فري، بصراحه انا مش فاكره بالظبط يعني. واشتريت حاجات واشتريت طرح وبتاع، فانا قلت اوريكم بقى كل الحاجات اللي انا جبتها. تمام، اول حاجه انا اشتريت الطرح. تمام، بس بقى عندي مشكله، انا مش فاكره خالص البارتيشن اللي انا اشتريت من عنده، بس هو قدام ال سي وايكيكي، بصراحه مش فاكره يعني. تمام، اشتريت دي خلاص، واشتريت دي. تمام، دي ودي اهي بالتيكت بتاعهم لسه جداد اهم. دي ب90 او ب100 يعني، ب90 جنيه جبت الاثنين ب180 جنيه، والالوان دي انا محتاجاها جدا فاشتريتهم. تمام، وجبت من ال سي وايكيكي البلوفر ده. تمام اهو، تمام ده اهو، عامل 160 جنيه. تمام، هو قصنون كده خلاص. عجبني جدا طبعا، هو السيل هناك تحفه وعلى حاجات كتير جدا، بس انا بصراحه ما اشتريتش هناك غير ده. وفي بقى سيل على البنطلونات وعلى في بلوفرات كتيره جدا وكارديجانات يعني مفيش كارديجانات لا، في سيل بقى على البنطلونات وعلى الحاجات الطويله. تمام، وفي حاجات كتير مش مناسباني بس برضو عليها سيل. المهم ان انا جبت ده. تمام، وجبت ده برضو، ده كارديجان جبته من بريشكا ب300، بس ده يا بنات مش عليه اي سيل ولا عليه اي اوفر، انا عجبني عشان انا مش بلبس جاكيتات يعني، فعجبني جدا. بس عايزه اقول لكم ان بريشكا عامل سيل على الحاجات الصيفي كتير جدا، على الكوتشيات والصنادل وعلى كل الحاجات الصيفي، والكمان والبلوزات وحاجات كتيره جدا. صحابي اشتروا امبارح صندل صيفي ب200، والله يا بنات في الصيف ب800 وب700، فحاولوا ان انتوا تروحوا تستفيدوا يعني من السيل ده، عشان بجد عاملين سيل 50% واكتر. تمام، وجبت برضو من الدو، ثواني بقى، جبت من الدو الخواتم دي. تمام، هما دول اهو خلاص، دول عجبوني جدا بقى، وانا وقتها هناك يعني قلت له لا سمحت ممكن تشيلهم لي، انا عايزه البسهم ضروري، عاجبني لان هما كانوا لايقين كمان على الاكسسوارز اللي انا كنت لابساه. دول ب125 جنيه، هما اربع خواتم يا بنات، بس انا فتحت دول يعني، ده وده، لبست واحد هنا ولبست واحد هنا، قلت خليتهم ايه، هما المفروض ثلاث خواتم بس انا خليتهم اربعة، ليه؟ لاني قسمت ده كان المفروض يبقى فوق ده. تمام، بس انا لا شلته من هنا وحطيته هنا، لبسته هنا. تمام، عجبني هنا اكتر وهنا في خاتم، فخليتهم يعني اربعة، عجبوني كده اكتر. تمام، وجبت حاجات بقى تانية من الميك اب، بس انا عايزة اقول لكم حاجة مهمة، ان بتوع الميك اب مش عاملين سيلز خالص ولا عاملين اي اوفرز. يعني انا عديت على كذا بارتيشنز كلهم مش عاملين سيل، عديت على فلورمار وعديت على اماندا وعديت على ميبيلين وعديت على ديبورا، برضو مش عامل اي سيل، وبرضو معظم بتوع الطرح مش عاملين سيل، كل البارتيشنز بتاعت الطرح معظمها مش عاملين سيل. تمام، بس اكتر السيلز كلها يا بنات على المحلات اللي فيها شوزات وشنط، زي شوروم وزي ديجافو. شوروم ماما جابت من عنده شنطه وجزمه، تمام، بس مش عايزه انا اطلعهم، تقولي انت حره في حاجتك مالكيش دعوه بحاجتي، فانا بصراحه شايفه ان انا عندها حق يعني، فبراحتها. بس جبنا الحاجتين دول برضو من شوروم، وبرضو شوروم زحمه جدا وحاجته كلها حلوه يا بنات وبتعيش يعني وبتقعد، فانا برضو انصحكم ان انتوا تشتروا من عنده. جبت الريموفر ده، تمام، ده ب40 خلاص، جبته برضو لسه جديد. هي الميزه الوحيده ان هو صغننه وتتحط في الشنطه على طول يعني، ممكن تحطها في الشنطه، ما بتاخدش مكان، وفي طبعا الكبير منها بس انا يعني ما جبتش الكبير. جبت ده من اماندا، جبت المانيكير ده، تمام، وجبت ده، تمام، وجبت ده برضو،
دي الالوان الموضه يا بنات. والنوع ده من اماندا ب 36 جنيه، يعني كل واحد فيهم 36 جنيه، تمام. غير اماندا جل، اماندا جل اغلى حوالي حاجه و40 تقريبا. وجبت ده برضو روج اماندا، انا بقى افتحه واقول لكم، انا بحب اللون ده جدا جدا جدا، يعني من عشاق النود انا يا بنات والله. مش عارفه كل ما انزل في مكان لازم اشتري اي لون نود، مش عارفه ليه. اهو نفتح مع بعضينا، هو ده عاجبني جدا جدا جدا، عاجبني قوي، بحبه قوي اللون ده، تمام. ودي كده اهم الحاجات اللي انا اشتريتها من كارفور. وبجد بستيل حلو، يا ريت تروحوا والله هتستفيدوا كتير جدا. وبعدين في محلات كتير قوي يعني عامله سيل وزحمه، وبتعمل حاجات مثلا على التيشيرت بتاعت البيت وعلى الهدوم بتاعت البيت كلها والبيجامات وكده. وزارة برضو عامل سيل، حبيت اقول لكم عامل سيل 50%، بس انا برضو مش في حاجات كتير قوي مش مناسباني على زي الجاكيتات والحاجات دي كلها، انا مش بلبس اي جاكيتات، فبرضو يعني عنده حاجات حلوه كتير قوي. وكمان ألدو عامل سيل على حبيت اقول لكم بس الحاجه دي انا نسيت في الاول اقولها، ان ألدو عامل سيل على الاكسسوارز وعلى السان جلاسز وعلى الشنط برضو 50%. وعجبني حاجات كتير جدا عنده، فوالله يا بنات روحوا هتستفيدوا جدا جدا جدا. واحنا كده خلصنا، بليز يا بنات لو عجبنا ما ننساش نعمل لايك وشير كتير كتير كتير، وباي باي.